يزعمون ثم يزعمون ثم يزعمون ليل نهار أنهم آمنوا بما أنزل إلينا من القرآن والسنة، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فلا تردوه إلى الآباء وإلى الأمهات وإلى العادات ولا التقاليد ولا اللوائح ولا النظم ولا الأعراف ولا القوانين، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. ثم نبه ربنا عز وجل وحذر من هذه الثلة الموجودة الآن، وهي موجودة في كل زمان ومكان. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. رأس مالنا في الحياة هو ديننا، قرآننا، وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وكما أقولها وقلتها مرارا وتكرارا، مصيبة الدين ثلمة لا تسد، مصيبة الدين ثلمة لا تسد. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول: اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. أيها الأحبة الكرام، أنتم تعلمون علم اليقين أن هناك أناس الآن يقض مضجعهم ظهور هذه الصحوة المفاجئة للمسلمين متمسكين بكتاب ربهم عز وجل وسنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، ويريدون أن يقيموا حاجزا متينا بين فئة نحن نعتبرها هي النخبة الحقيقية لا كما يقولون النخبة. عجيب أمر الناس، عجيب أمر الناس في تصنيف الناس، هذا من النخبة وهذا ليس من النخبة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أتأتي برجل لا يصلي لله ركعة ويشرب الخمر ويحاد الله ورسوله ثم تقول نخبة؟ أي نخبة هذه؟ وقد قالها أحدهم قبل ثورة 25 يناير بأربعة أيام أو ثلاثة أيام، وهو رجل مشهور وقد رضع العلمانية والمدنية والليبرالية، وهو ولا أريد أن أذكر الأسماء، قالها، قال إنه كما يقول أستاذنا الدكتور يحيى الجمل بحق إن المادة الثانية من الدستور المصري المتعلقة بالشريعة الإسلامية ما وضعت إلا للنفاق السياسي، وإنها إنما وضعت لتهيئ المجتمع ليسود فيه الفكر السلفي. وهذا الرجل منذ عدة أيام يقول: نحن نريد للمجلس العسكري أن يستمر ما لا يقل عن ثلاث سنوات. لماذا؟ لماذا يقول هذا الكلام؟ لأنه قد رأى أن هناك صحوة إسلامية مباركة، وأن الناس فطروا على حب الإسلام وفطروا على التمسك بالكتاب والسنة. أيها الأحبة الكرام، والله حتى في عالم الممثلين أنا لقد أتيت لحضراتكم بشيء عجيب، وهو منسوب إلى بعض الممثلات التي تبنى إلى الله عز وجل. تقول إحداهما: أنا لا أعرف لماذا ينزعج الناس من فكرة تطبيق الشريعة في مصر الآن، فسابقا كان النظام يكره الدين والمتدينين، وأن لدرجة أن سوزان مبارك أو الهانم كما كانوا يطلقون عليها طالبت بمشاهدة آخر مسلسل بعد عودتي بالحجاب، وحدث ذلك بالفعل. وخلوا بال حضراتكم إن الحجاب اللي بتلبسه الممثلة ده تمن حجاب، مش حجاب كامل، تمن حجاب مجرد يعني بونيه أو شيء على الشعر، وما زالت أدوات المكياج تغطي الوجه، ده يعتبر أنا بسميه تمن حجاب إن صح التعبير. قالت: كان آخر مسلسل بعد عودتي بالحجاب
وحدث ذلك بالفعل، يعني أن سوزان رأت المسلسل ومنعته سوزان من العرض على القنوات الأرضية وقالت أنتم في المسلسل ده بترغبوا الناس في الحجاب، أنتم في المسلسل ده بترغبوا الناس في الحجاب وده ما ينفعش. وهذا ما أبلغني به منتج العمل وقتها، تمن حجاب فإنا لله وإنا إليه راجعون. قالت ما المانع إذن من تطبيق الحكم بالشريعة الإسلامية، ولماذا ينزعج أو يخاف الناس بمجرد طرح هذا الأمر؟ وأنا أرحب بالحكم الإسلامي ما دام في صالح مصر، وأنا أتساءل ماذا سيحدث إن ساد الحكم في مصر إسلاميا يطبق شريعة الدين، فهل سيمنعون العري؟ إن حدث هذا فهو أمر مطلوب، هذا على لسان ممثلة مصري. أيها الأحبة الكرام، قال تعالى هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا، والظن هنا معناه اليقين، أي أنتم تيقنتم تيقنا كاملا بكل الأدوات الدنيوية أنهم لن يخرجوا، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله أيضا بالمقاييس الدنيوية، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار، فاعتبروا يا أولي الأبصار، اعلموا أن الأمر كله لله وأن الله عز وجل أعطانا منحة تلو المنحة. ولكن للأسف الشديد كنت أظن أن الناس سيمرغون رؤوسهم وأنوفهم لله عز وجل في التراب شاهدين له بالوحدانية وهم يعلمون أن الأمر كله لله، ولكن للأسف الشديد وجدنا أن حال كثير من الناس على ما هو عليه. أنتم ثلة وأنتم صفوة من خيرة الناس، تمسكوا بذلك واعلموا أننا ما زلنا في بداية المشوار. يعني أنا اليوم تعجبت عندما رأيت أنه صدر تصريح لرئيس اللجنة العليا للانتخابات يعترض فيه على أن الشعار الإسلام هو الحل شعار للإسلاميين في المرحلة القادمة، وهو يعني يقول أنه محتمل الشطب، يعني ممكن يشطب اسم المشروع. فأنا بقول ليه الحساسية الشديدة ديت من ناحية الإسلام؟ يعني كلمة الإسلام هو الحل نفسها في حد ذاته، ما هو فعلا الحل، هو الإسلام حل لمشاكلنا، بس لو حمله رجال أفاضل يخافون الله عز وجل سبحانه وتعالى ويراقبون الله سبحانه وتعالى في كل صغيرة وكبيرة وشاردة وواردة، والله لرأينا العجب الحجاب. فالإسلام هو الحل بالفعل، وقد صدرت عدة أحكام قضائية تؤكد أنه لا حرج في استخدام هذا الشعار. أيها الأحبة الكرام، تكالبت القوى على منهجنا المبارك، فتمسكوا بكتاب ربكم عز وجل واثبتوا للعالم أنه بسلوككم كما قلت سلفا السلوك هو الذي يبقى لا الكلام، وهم جعلوا حاجزا كبيرا بين هذه الصفوة وبين عوام الناس، فهيا أزيلوا هذه الغمة وانزلوا للناس في الشوارع واقتربوا من الناس وعلموا الناس أن نبينا صلى الله عليه وسلم هو منهجنا. وأختم بذلك، قال تعالى عنه في كتابه العزيز لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، أي يعز عليه أن يراكم في عنت أو ضيق أو مشقة أو هم أو غم، مش بس كده، وحريص عليكم وبالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا هو منهجنا، أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم دائما على كتاب ربنا عز وجل وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وزادكم الله عز وجل من فضله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.